أصدقائنا حبايبنا، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم زينين. طبعا اشتقيتونا أكيد، التعليقات والناس اللي تسأل، والإنستغرام الناس بتدخل وتسأل علينا ووينكم وليش الغيبة. إن شاء الله رجعنا وراح نرجع بقوة. طبعا أنه حاب أنه بشركم، الحمد لله والشكر الأمور صلحت أكثرها، وسالفة الزواج ان شاء الله راح تتم. تمام، راح تتم، بس شنو راح تكون على شكل، يعني كنا نتمنى ان نسوي اشياء هوايه ونعزم الجميع ونسوي حفله كبيره، بس الكل عايش بالمانيا، واكثركم اللي عايش بالمانيا يعرف الموضوع. الموضوع مو بدينا وحظر، يعني ولا محل مفتوح، ممنوع احد يسوي حفله، يعني حتى المحلات اللي تشتري لك شغله يعني تخص الزواج او شيء نقص عندك ما تقدر تشتري، لان شنو؟ لان المحلات كلها معزله. تمام، عندنا بس الاسواق اللي تبيع الغذائيه مفتوحه، بس رغم هذا وحلا للمشاكل وراح نحاول نتنازل من هواي اشياء حتى نكمل مسيرتنا ان شاء الله ويا هيفاء. فان شاء الله فيديوهاتنا الجايه راح نستمر وياكم بها، راح ننزل اشياء جديده ان شاء الله، وراح راجعين بقوه. وان شاء الله الفيديو الجاي هيفاء وياي، واشكركم من كل قلبي، عائلتي وناسي واصدقائي واهلي اللي موجودين واللي دائما يعني يهمكم وتهمكم اخبارنا. اوكي، ها، وحابين نقول لكم انه ان شاء الله يعني هاي الايام القريبه كلش راح يصير الزواج مالتي، وراح نسوي هذا الشيء انه هل نقدر عليه لان ممنوع كل شيء، فراح نسوي زفه بالسيارات. اوكي، طبعا اللي يقدر يجي يدخل لي على انستغرام ويكتب لي، وراح هذا الشيء راح يسعدني. راح نسويها بالسيارات ونسوي فعاليات بالسيارات، لان ما عندنا غير حل، ولازم انه نحل المشاكل وحتى ما تطول السالفه. فان شاء الله يعني راح يصير ولو عرس بسيط، بس راح يكون كلش حلو. وانا اتمنى انه اعزمكم جميعا، بس اكيد كلكم بعيدين علينا. والشغله الثانيه نحب ننوه عليها انه من حابين يكون موجود بالعرس ويانا، فاذا انتم حابين شخص يوتيوبر بالمانيا، طبعا التعليقات ابدا اشوفها وذكروني منه حتى نروح كنا نعزم هذا الشخص. ويعني اليوتيوبر الموجودين اكيد راح يكون سنان ونور، وراح يكونون بعد ناس تحبوهم يمكن وتعرفوهم، بس انتوا علقوا لي وقولوا لي من تحبون يكون موجود وياي بهذا اليوم. اوكي، فحبايبنا حضروا نفسكم على الفيديو الجاي، وان شاء الله ان شاء الله راح ترجع الابتسامه مثل قبل. نشوفكم على خير ونحبكم جميعا.